تزامنا مع دورة الألعاب الأولمبية في عاصمة الضباب، بدت الرياضة تحتل مكانا مهما في البلاد. فبعد عام على أعمال العنف التي بدأت في حي توتنهام المتنوع العراقي شمالي لندن، وأعمال إجرامية شملت مناطق في شرق وجنوب العاصمة، تم خلق جمعيات ومبادرة لمساعدة شباب المناطق الفقيرة على ممارسة الأنشطة الرياضية في الأحياء المهمشة ككرة القدم والملاكمة. هذه الشابة المتطوعة توضح أن الكثير من شباب هذه الأحياء تستفيد من هذه المبادرة، وتضيف ليس هناك أجوبة فقط على مشاكلهم، بل هم يستغلون العطل الصيفي وأيام الأعياد للقدوم لهنا لأنه أمر جيد بالنسبة لهم. ويضيف هذا المتطوع في السنوات الأخيرة في توتنهام خاصة في أوساط الشباب لا سيما الرجال منهم، كان الفشل مخيما على الجميع، كانوا يظنون بأن هذا المجتمع لا يوفر لهم مستقبلا ناجحا، وأعتقد أن مشاريع مثل هذا من شأنه أن يساعدهم على مكافحة هذا الشعور. في توتنهام اندلعت أعمال العنف لأول مرة في 6 أغسطس من العام المنصرم بعد يومين على وفاة مارك دوغان، شاب أسود البشرة قتل على يد الشرطة. أعمال الشغب استمرت لـ4 أيام وكانت من أسوأ ما شهدته البلاد منذ حوالي 30 عاماً.